السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الاثنين 12/6/2023، نحن الآن بسوق الغنم في مدينة الدانة شمال سوريا. الصلاة والسلام على رسول الله. الآن يا شباب نغطي لكم السوق كاملا. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، تفعيل زر الجرس ومتابعتنا، وإن شاء الله الآن نشوف لكم السوق، حركة البيع والشراء. شوفوا سوق البقرة يا شباب بمدينة الدانة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بقناة أخونا أبو الحكم، السوق العربية لتجارة المواشي، تغطي أسواق شرقي سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا شباب اللي بده فطايم أضاحي أوزان حوالي الخمسينات يتواصل معنا عند اخونا. اهلين عمي، حياك الله، هلا بيك، حياك الله عمي على راسي والله. عند اخونا ابو قيس يا شباب فطايم اضاحي، اللي بده فطايم اضاحي يتواصل معنا. الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا شباب فاقدين عمنا ابو صالح، مو موجود، فاقدينه بالخير ان شاء الله، راح يحج. اي والله قلوبنا عنده. شلونك ابو عدي؟ السلام عليكم. لا تواخذني، ناديتني وما انتبهت، حقك علي. الله يسعدك. شلون هالسوق ابو عدي؟ كويس زين. اليوم بيع المشتري شلون؟ ايش قد الخروف؟ انطيني اسعار الخروف الاضحيه. الخروف بعنا، لا يعني مال منظمه، بعنا 100 ليره. هذا شوفك اياها النموذج جايك. مو فتايا، غنم كبار. اي غنم. ايش قد اوزان هاي ابو عدي؟ هذا نطلع عن 56.5. 56، اللهم صل. 56. اي نعم. بعناها ب 65.5. 65.5. نعم. 56.5 ب 65.5. وهاي زاد لحمتها مقبولة، بعناها ب 65. 65. هاي الفطايم. قلنا فطايم اثنين بعناها، نزاد شوف شايف كلهم 10 بعناها. هذني تقصبن والله. هم خلاها مقصاب ابو حمزة. طيب. خلانا ب 70 ليرة صارت. 70 ليرة الكيلو. والله عمي ابو صالح مفقود. اكيد ما حسبت حسابك فيه. والله يا اخي عمي ابو صالح. هاي جاي ينطونا بها 94. 94 ليره؟ اي نقدي على القبار. اي نعم. ايش قد اوزان هاي ابو عدي ابو عيد؟ 36 35 36. 35 36. بعناها ب 23. هذا هن وطليان يعني ولا شلون؟ لا 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 الحال هن 23. هاي مال 24. 23 2300 ليره تركي. 100 دولار يعني 100. ولا خلاف الوران هذا عند ابو عدي؟ عند ابو عدي. اي نعم. خيو احسن جارين، احسن دلالين متجاورين، ابو عيد وابو عدي. والله احنا لا بين كويسين، بس احنا تعرف منين جانا الزين؟ ايه؟ من عم ابو صالح. ايوه ولا انا وبشير ما بيفشع منه بهالعصايه. ها ايوه حمزه غنم انباعت. انباعت؟ ايه. اللهم صل على محمد. ايش قد تقريبا؟ الكيلو 100 ليره على الكيلو. الصلاه والسلام على رسول الله. كويسات والله. حقنا العشر ايام. العشر ايام اخوان نقدي. نقدي. كان نقدي. اي نعم. الله يرزقكم يا شباب. هذا ربج عمي ابو صالح يا شباب. هذا ربج عمي ابو صالح. الشباب قاعدين. كرسي فاضي. يلا يا رب الله يجيبك بخير والسلام. السوق من بعد عم ابو صالح والله فاضي. هذاك كرسي، الكرسي تبع عم ابو صالح فاضي. اي والله والله. ولكن الحمد لله اليوم صبح عن مكه اليوم. هسه طالما رحت على الحج امور زينه، رحت خير، الله يجيبه بخير والسلام. اي نعم. يلا يا رب. قولوا له يدعي لنا من هناك، لا ينسانا من الدعاء ويحسب حسابنا بمي زمزم. والله هنا ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما ادري هي عملاقة، ما ادري انت مربوع. لا والله خشنة يعني. السوق كله مرابيع، هي كل اللي حواليك بطولك. هاي رخمة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. بضاعة طيبة والله يا ابو قراف. ما شاء الله تبارك الله. خشنة عجب، خشنة طيبات. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد مصرياتنا هذا ابو قراف؟ اي اول عم نول ب 1200 دولار رافع البيع على الخيول. ها ابو قراف ايش قد اسعارنا هذا؟ والله 300 دولار بس. شنو عشر شنو بهن شنو ماشي؟ للجيب. خدم السهل. والله مفرودات يا شباب، بضاعة ما شاء الله، داك ضخامة الراس. الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. والله بضاعة طيبة يا ابو قراف. ضخامة وطول رقبة و الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ما اندفع بهن شيء. انا لسه تو انجل، تو انجل يا ابو حمزه 4500. يعني برايك ابو عدي يعني ما اسري عليكم سرواني وابو مريم؟ هاي ثنيه بسنه انت يطلع ثنيه يطلع لك سروه ويطلع لك سوره، لانه لما جاء نسري ما يبين اذا حدا دافع شيء ولا ما دافع. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. نعجات خشنات شو اللي يريد الخشانه، هاي الخشانه وهاي ثنيه ما شاء الله. صلاه الصلاة والسلام على رسول الله. أيوة أنا عندي عرض عليها أنا ذن أبو حمزة. إيه عندي عرض.
كل شيء واحد يجيب اللي بخشانتهن هذان الرباعيات، كل شيء واحد يجيب اللي بخشانتهن في عند السنكري ياخذ فطيمه مجانا. ياخذ فطيمه، ياخذ فطيمه وياخذ علبه محارم. هاي علبه محارم لابد منها، بس اسمع محارم ديما. العرض شنو؟ ماشي. اي واحد معاهم اسبوع 10 ايام يجيب لي واحده بخشانتها وبسنها وبسنها، لانه هاي طالما ثنيه لسه خشن وتعمر. وهالخشانه وهالشكل هذا انا ما بعرف شنو العرض اللي مقدمينه. فطيمه مجان، علبه محارم ديما من عندي هاي. نعم انا اشارك بعلبه محارم. ايوه حطها بس يا ما يستعملها، بس حطها بمنظر. شلون؟ من البضاعه عند حسن يا شباب ما شاء الله، هاي للاخير؟ ايه ولا بس هاي؟ ما شاء الله تبارك الله. شقد قامت تسوم من حسان؟ 22 2200 ليره تركيا شباب، فطايم خاميه ما شاء الله. يا طرار الصلاه والسلام على رسول الله. ما صار لك بين شيء حسان؟ لسه والله ما حد اعطانا شيء اليوم، ما حد دفع بين شيء. اللهم صل على محمد. الله يجزيك الخير حسان. الله شباب عنز خشانته زينه ما شاء الله تبارك الله. عنز ضرته ترضع ما شاء الله تبارك الله. وراها توم جدي وسخله يعني؟ سخلتين سخلتين ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، سخلات كبار والله. هاي البيضة مثلها ما شاء الله تبارك الله. ايش قد قامت تسومونها؟ ايش قد قامت تطلبون بها؟ والله مسومة 300 دولار. ما صار بها شيء؟ دفعونا 6000. قبل هالمرة يعني ولا اليوم؟ اي نعم، 6000 ليرة. هاي السخلة هاي عليها طالعة يا شباب ما شاء الله تبارك الله، خشانة. ذاك الجيش طولها للقاع ما شاء الله تبارك الله. بضاعة حلوة يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. هسا العنز ضرتها ترضع أكثر ما تحلل يعني، للترضيع والإنتاج أحسن يعني. هنا الصلاة والسلام على رسول الله. كويسة فيها حليب مو فيها حليب؟ شقد سنها ما شاء الله؟ هنا اللهم صل على محمد. يعني هسه مشبعة طليانة ما شاء الله، مشبعة سخلاتها، سخلاتها شبعانات الصلاة والسلام على اي، وهي خشنة ما شاء الله. الله يبارك لكم يا شباب. الله والله والله غيرك فلجرها ب 27 نعل. الله يبارك لك، توكلنا على الله. الله يبارك فيك، يعطيك حاجه زوجة الحمد لله. تجوزوا والله العظيم يعني 2700 و100 ليره يا شباب. اللهم صل على محمد. عند اخونا محمد حسن نمشي الدلال ابو محمد حسن. هاي جدايه عند اخونا ابو محمود يا شباب، تعال شوف لكم اسعار الجدايه. والله جدايه بقد بعض وشكل واحد ما شاء الله تبارك الله، وحجم واحد. الصلاه والسلام على رسول الله. بلديات بضاعة حلوة ونظيفة، اللهم صل على محمد. شلون أبو محمود؟ حبيبي الله يسعدك. ايش قد قام تسوم البضاعة أبو محمود؟ تسوم 14 1400. 1400 ايش قد صار بها؟ ما صار بها شيء؟ لسه ما صار بها شيء، لسه ما اندفع لك بها شيء. اللهم صل على محمد. الجو 11 اي نعم، اي نعم اللهم صل. يعني جداية كويسات والله. اليوم اليوم الجدي لحم ايش قد قام ينباع أبو محمود؟ من 60 إلى 65 ليرة تركي. اللهم صل على محمد. ايش قد العدد ما شاء الله يا جداي؟ والله كويسه. 11 ما شاء الله تبارك الله، بقد بعض بضاعه كويسه. الصلاه خرفان يا شباب، صلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله. خراف دغالي الصلاه والسلام على رسول الله، اوزان طيبه وبضاعه طيبه وذهب مريشه ما شاء الله تبارك الله. عند اخونا ابو احمد. الله يعطيك العافيه يا ابو احمد. الله يعافيك. اللهم صل على محمد. اشتريت هذنا؟ والله الله اخذنا 64 صاروا 4 دولارات و60 سنت. 64 عند ما شاء الله تبارك الله، 4 دولارات و60 سنت نقدي. ها اللهم صل على محمد. اي نعم اسبوع الاسبوع نقدي، هذا هو نفس الشيء نفس الشيء، الاسبوع والنقدي واحد. اي نعم يعني اذا ما قطعت لها بيزارين ثلاثه ما تعتبر دين. الصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله. ايش قد والله هذا ما شاء الله تبارك الله؟ زين 65 65 4 دولارات و60 نقدي ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. ايش قد قام ينباع اليوم الدغلي؟ والله الورد المصيف المعبر 4.5 4 دولارات ونص معبر، معناته سوق الخروف عم يطلع شوي. بطلع نعجت 80 ليره مباعي. هسا ابو احمد بناس يقولنا يا اخي انتم ما تعلمون الغيب، بس احنا يا اخي ابناء السوق يعني العلم بيد الله، بس مبين توجه السوق مبين وجهه لفوق. اي نعم اللهم صل على محمد.
في تثبيت في تثبيت في المربط عندي 84 و75. اللهم صل على محمد. بدفع حقه بيجي تجينا يوم العيد بياخذه. نعم 4 دولارات و80. 4 دولارات و80 ثبت. نعم والله في ناس عم يقولوا لي عم نثبت 5 ل 10 هيك. في ناس ثبت 5 ل 10. ان شاء الله انا اليوم بدي اثبت تحت 5 ل 10 ما بثبت. نعم اللهم صل على محمد ما شاء الله. الله يرزقك ابو احمد. اللهم صل على محمد. عندك بضاعة بالمربط ابو احمد؟ في عندي. اللهم صل. اللي بده يا شباب رقم ابو احمد موجود معنا ما شاء الله تبارك الله. ضاعة طيبة داق على الطرف ما شاء الله. اللهم صل على محمد. داق على الطرف الصلاة والسلام عليه. ضاعة طيبة. 107 ليرات يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله على ربج عمنا الدلال ابو احمد الشعباني ما شاء الله تبارك الله. 107 ليرات. الصلاة والسلام على رسول الله. الثلاثة مو ولا الرابع ما له علاقة. الثلاثة. اللهم صل على محمد. 107 ليرات يا شباب. ايش قد يقض من الدولار ما ندري عاد احسبوها عندكم انتم. يعني 4 الصلاة والسلام. 4.5. 4.5 ما شاء الله تبارك الله. نقدي مو؟ ايش قد اوزانها؟ فاتورة اسبوع. اسبوع هذا نقدي ما في مشكلة. 60 كيلو. ستينات. ما شاء الله دحق على جم يا شباب على جم ما شاء الله. السوق زين يا شباب السوق زين السوق زين. زياد حليب يا شباب اللهم صل وسلم على النبي. لا قدنا مصر ابو حمزه البركه ما شاء الله تبارك الله. يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على النبي والصلاه والسلام على رسول الله. 4000 ما بالك ابو حمزه هاي الشجره هاي. اللهم صل على محمد. الخروف اليوم تنباع ب4 هاي ب4 ما انطيت. هاي ما انباعت ب4000 يا شباب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله احسن الخالق. ما شاء الله تبارك الله. مش قد صار انا بعيد 35 2 ب 3500 10500 هالقحم. اي نعم ما شاء الله 3 ب 10500. نعم الصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله. حبيبي بعيد الله يرزقك. والله خارف وين كويسات الشباب شغل فحوليه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. الواحد بس يعرف اساسا والله البضاعه طيبه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. انا من الجماري. اللهم صل على محمد. البضاعه كويسه والله ما شاء الله يعني غلظ عظم ما شاء الله لون حلو الوان حلوه خشانه زينه. هذا انتم يعني؟ لا ما انتم كل واحد الحال بس من غنم وحده. هذا اطيب من اخوه ما شاء الله تبارك الله. اثنين كويسات. ايش قد قام تسوون ايش قد الطلب؟ طالبين من الله 1000 بتجوز 1000 دولار 500 500 على الحلال. داحل 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 والله حلوات حلوات ما شاء الله تبارك ما شاء الله داحل. ما شاء الله ما شاء الله حلوات والله. اللهم صل على محمد. ما صار بين دفع؟ والله لسه ما صار 500 دولار ما لكم بين 500 بتجوز مو دفع مو دفع اي ما شاء الله خروف هذا طيب حيل ما شاء الله ابتر هذا ما شاء الله بتر ولون مشي لا حلو والله ما شاء الله شايفن يعني شيء مرتب ما شاء الله شايفن هسه اثنين حلواتان عندي هذا احلى من هذا هذا شوف الميزه ايوه هذا خير من الذهب هذا خير من الذهب اي والله هذا يزود اي والله الذهب ما يزود الذهب ما يزود ايوه اخوي ابو حمزه يا عمي برمضان سلامي على راسي اهلا وسهلا هذا انا الشوارب الادلبيات ها اهلا وسهلا من وين انت عمي برمضان والله انا من ضيعه اسمها كفر دريان بس موقع بابسكو اي نعم معروف معروف والله نزلنا غنم من الصبح بعناه على 65 حق نقدي 65 ليرة تركي نعم واللي باع لفتحة العيد ب 70 فاتورة نعم ثبتها ب 70 ليرة ثبتها ب 70 اللهم صل على محمد الله يرزقك عمي ابو رمضان الله يجزيك الخير ما نزلاتك على السوق قليل انت ايه اي نعم متابعنا يعني نعم الله يرزقك على اليوتيوب لو ما انت خلق تنكم الحمد لله والله عم ننور الناس نحاول ننور الناس قدر المستطاع ابدا والله نحاول ننور الناس قدر المستطاع يعني لو ما انت عم تتابع قناتك على اليوتيوب ما بنزل على السوق زياده بنكم بالسعر بس لما عم تتابع القناه بعرف انه نعم كانك بالسوق يعني بدون ما تنزل لنا شو راسك؟ 3.5 سنة 3.10 سنة ما بدي لم 3 دولار يا ابو احمد فطايم فطايم يا ابو احمد خلافهم على 5 سنت بس طيب باع حجر ياخذ 80 يا اخي انا عم ثبت دولار انا عم ثبت سعر يا ابو احمد يا ابو احمد الخلعة بتعطيني ثلاثة لو ما عيني عم دفعوني 5 ما دفعوا وانا هلا اشتريت وقت طعم 10 ولا ما اشتريت؟ لا اشترينا عمي لا اشترينا عمي ما بشتري انا بدي لم مصاري ما من عمي ابو احمد يسروا له للرجال بعت بخمسه توكلت على الله ما عم تزبط معه طارق انت حر
شلونك عمي ابو احمد؟ شو اخبارك؟ ايش قد قامت تنباع الفطيمه اليوم عندك عمي ابو احمد؟ على اجاك المصاري ما اجاك المصاري ضايع الطاسه مو؟ 107 ليرات بعد الوردي الامامي 55 كيلو 55 كله نقدي الحكي هذا كله نقدي هذا الاسبوع والنقدي واحد اي نعم والغنم بعنا من 80 وانت نازل نعجب 80 بعد؟ الحمد لله نجم التيتاني التيتاني ايوه 80 غنم تركيه اللهم صل على محمد ايش قد اوزانها؟ اوزانها تقريبا حوالي 75 اللهم صل على محمد اشكرك عمي ابو احمد حبيبي الله 65 70 معروف الدقني وزن ثقيل 4.5 بالتعديل الكبش عمي ابو احمد الكبش الضحيه زين انا ابو صلوح ما نزل كبش الناس تركته للعيد يجوز اغلب الناس الضحي كباش يعني لازم اليوم لازم اليوم كم من ندير طهر يعني من 4.5 يعني انا هلا لانه هذا موسم نعم الله يعطيكم العافية يا شباب ما شاء الله تبارك الله تطبيق علي باشا بالفترة الأخيرة صاير عليه إقبال شديد ما شاء الله وانتشار واسع وكثير صاير محتويات تنتشر عليه يعني أسهل بكثير من أنك تشترك بصفحات الفيس وتشترك بمجموعات الواتس وتنشر محتوى إذا عندك محتوى حاب تعرضه للبيع يعني إذا بدك إعلان ما شاء الله تبارك الله شوف أطلق إعلانك هنا مجرد الضغط تتواصل معهم عن طريق الواتس يعني الشباب يضيفوا لك لوحة إعلانية إذا عندك مكتب عقاري أو عندك مركز خلاط أعلاف أو عندك مزرعة أو عندك مربط أو عندك مطعم أو عندك أي شيء ممكن تعرضه يعني تعمل عليه دعاية يعني سوق إلكتروني كامل التجارة الإلكترونية الإسلامية التجارة الإلكترونية الحلال العرض والطلب سوق إلكتروني كامل وكأنك بسوق حقيقي على أرض الواقع ما شاء الله تبارك الله ندخل كالعادة على محتوانا أضاحي خروف ربط ما شاء الله تبارك الله ماعز اللهم صل على محمد تطبيق رائع يا شباب صراحة أنا جربته وبعد التجربة لقيت أنه تطبيق علي باشا تطبيق من أروع التطبيقات للتسويق الإلكتروني